السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حمو صدت كوم. مرحبا بكل زوار وأعضاء وإداري المنتديات والمواقع العربية. مرحبا بكم في تجربة جديدة من تجارب الشراء من الأنترنت. هذا الفيديو سوف نخصصه لكيفية شراء جاكيت من الأنترنت. هذا الفيديو سوف يكون مقسم على ثلاث محاور. في المحور الأول سوف نخصصه للتحدث عن المتطلبات. المحور الثاني سوف نتحدث عن كيفية تحديد المقاس أو السايز الخاص بكم، وفي النهاية وفي المحور الثالث سوف نشرح كيفية الشراء. كيفما اعتدنا، المتطلبات وهي بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو عموم بطاقة بنكية تدعم الشراء من الأنترنت. ثاني شيء سوف نحتاجه وهو حاسوب للقيام للشراء من الأنترنت. فيما يخص الموقع الذي سوف نشتري منه، هو موقع علي اكسبرس التابع لموقع علي بابا. لا نحتاج للتحدث عن الموقع، فهو موقع مشهور وذو سمعة عالية. ايضا يمتاز بما ان يوفر الشحن المجاني والعروض التي وفرها هي عروض جيدة. سوف ندخل على اي متصفح واي محرك بحث وندخل على علي اكسبرس. نقوم بتسجيل الدخول. فيما يخص البحث عن الجاكيت، فهناك العديد من الطرق. يمكنكم هنا كتابة جاكيت وسوف تظهر لكم العديد من المنتجات أو العروض. أيضا هناك طريقة ثانية وهي من قائمة اليسرى أباغاي أكسسوريز. نذهب إلى خيار مان بالنسبة للرجال، وومن بالنسبة للنساء، بيبيز كيدز بالنسبة للأطفال طبعا. نختار كوتس جاكيتس أو هادي سويتشيرز. سوف نجد العديد من الأنواع أو العديد من المنتجات. فيما يخص القائمة التي توجد على اليسار، فهناك أنواع الجاكيتس. فمثلا هناك فول بمعنى أنها كاملة، هناك سليفلس بمعنى لا توجد كم. هناك الماتيريال أي المواد التي تم صنع الجاكيت منها. أيضا السايز المقاس. لماذا هذه الأمور؟ لأنه قمت مثلا بتحديد السايز L و المادة التي تم صنع الجاكيت منها كوتون أي قطن. ستظهر لنا هنا فقط المنتجات أو جاكيتس التي مقاسها لارج ومصنوعة من مادة القطن. دور هذه القائمة هنا هو تحديد ما نبحث عنه. بدلا أن تشاهد عديد من المنتجات، فأنت تكتب فقط ما ترغب وتبحث عنه وسوف يظهر هنا بشكل أوتوماتيك. أنا قمت بتحديد جاكيت مسبقا. أنتم كل ما عليكم هو تحديد نوع معين وتطبيق الدرس عليه. ثمن الجاكيت هو 21.99 دولار. حصلت على تخفيض بنسبة 99 دولار تقريبا. الثمن أصبح 21 دولار. بالدرهم المغربي قرابة 190 درهم. مع تحويل العملة درهم إلى الدولار سوف تصبح 200 درهم على ما أظن. المقاس الخاص بي وهو XL. سوف نشرح حاليا المقاس. ماذا يعني المقاس؟ بالنسبة للشولدر وهي ومعنى ذلك الكتفين أو الكتف. سليف لينث معنى الكم، وهو يبتدئ من بداية الكم أي الذي يوجد عند مخرج اليد وينتهي عند الكتف. بالنسبة للتوتال لينث أي الطول، بداية من أسفل الجاكيت حتى الرقبة. بالنسبة للشيست بمعنى ذلك أي الحوض أو عرض الجاكيت. ذلك ليس مهم، فقط يجب عليكم الانتباه لثلاث أمور وهي الشولدر، السليف لينث والتوتال لينث. ويجب عليكم أيضا الانتباه لأنه عندما تقومون بتحديد المقاس بكم لا يجب عليكم قياس الجسد الخاص بكم، وإنما يجب عليكم قياس الملابس التي ترتدونها. أي بمعنى يجب أن تختار أي جاكيت تناسبك، يناسبك مقاسها، وتقوم بتحديد السايز الخاص بها باستعمال أي وسيلة قياس سنتيمتر طبعا. أيضا مسألة جد مهمة،
علي اكسبريس ودي اكس شاينا باي الى غيرها من المواقع الصينية تعمل بالمقياس الصيني. لماذا المقياس الصيني؟ فالمقياس الصيني طبعا هو تقريبا اصغر من المقياس العادي او المقياس الاوروبي والامريكي تقريبا ببضع سنتيمترات، لانه الانسان الصيني هو نحيف نوعا ما وليس بالطويل، لذلك فمقاسات لديهم هي اصغر منا تقريبا. لديهم اكس اس على ما اظن وبعض المقاسات اصغر منا، لذا يجب عليكم الانتباه الى هذه المساله. ايضا يجب عليكم تحديد الوزن الخاص بكم والطول وارساله في رساله خاصه، سوف اشرح لكم ذلك في هذه العمليه. لذا يجب عليكم تحديد المقاس الخاص بكم. انا سوف اختار اللون الاسود، المقاس اكس ال، نختار قطعه واحده وننقر على باي ناو. انا مسبقا قمت بالنقر على باي ناو وقمت بارسال اوردر للبائع لكي يقوم بتخفيض لي. انتم كل ما عليكم هو النقر على باي ناو بشكل اوتوماتيكي سوف تنتقل بكم الشاشه الصفحه الى هذه الخانه. بشكل اوتوماتيكي سيتم تفعيل كونفيرم اوردر وستظهر خانة تشيك اوت. في خانة كونفيرم اوردر سوف تكتبون الرسالة او ما ترغبون بقوله الى البائع مثل هذه الطريقة بالنقر على باي ناو. ستظهر لكم هذه الشاشة او هذه الصفحة عفوا. هنا قمنا بتحديد اللون هو الاسود، المقاس هو السايز اكس، تحديد الطول والوزن، ايضا تحديد السايز او اللون. لماذا كتابة الامور؟ التأكيد عليها فقط، او في بعض الحالات المنتج هنا او البائع لا يقوم بعرض مثلا نوع لون معين، في بعض الحالات يكون هناك فقط لونين او اللون الاحمر غير موجود مع انه معروض في الشرح. انت تقوم بالتأكيد على انك ترغب باللون الاحمر اذ لم يتم ذكره في الموضوع، وهو سوف يتكلفون بذلك. ايضا كنت ترغب بالحصول على تخفيض، كل ما عليك هو النقر على باي ناو، كتابة انك ترغب بالتخفيض وتطلب منهم ان يعدلوا الثمن بكتابة سوف نقوم بدفع ثمن الجاكيت. فقط نتأكد ان الامور كلها نقوم بتحديد وسيلة الدفع، هي ماستر كارد، فيزا، بوليتو بنكاري، ولا اعرف هذا بنك جديد لوسيلة الدفع جديدة، مايسترو، ويب ماني، كيوي، بنك ترانسفير، ويسترن يونيون. على ما اظن ان الجميع سوف يستعمل ماستر كارد او فيزا لانه هاتين الوسيلتين طبعا السهلة. اذا سوف نقوم بتعبئة الاستمارة، كارد هولدر نيم، فيرست نيم نقوم بكتابة الاسم، خانة الثانية نقوم بكتابة اللقب، كارد نو، كارد رقم البطاقة نقوم بكتابة 16 رقم الموجودة على البطاقة، نقوم بكتابة تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بداية من الشهر والسنة، ونقوم بكتابة 3 أرقام الموجودة على خلف البطاقة. أحب أن أشير أن هذا الكود قد يوجد في بعض البطاقات وقد لا يوجد، وسوف تجدون الباسورد موجود في ورقة يتم ارسالها لكم مع البطاقة البنكية. سنقوم بكتابة المعلومات، أنا سوف أقوم بحجب هذه المعلومات لأنها تعتبر شخصية. نقوم بالنقر. مبروك لنا، لقد تم دفع الفاتورة. أنا ما أظن هذا كل شيء. نكون هكذا نكون قد ختمنا الفيديو. ندعوكم بالنقر على لايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب لكي تحصلوا على ويصلكم جديد المنتجات والتخفيضات والعروض أيضا والفيديوهات.